كتير طرق وسط الحياة تاهوا فيها ناس، وطرق تبان مفروشة ورد وتنتهي بألم وضيق، لكن الطريق للفرحة وطريق الخلاص عند المسيح. أصل المسيح هو الحياة، هو الطريق. الطريق 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 الطريق. لم أجد وسط الظروف الملاذ الذي يأتيني الإجابة وقت العناء، لجأت لمن لا يسمعون لا يشعرون لا يدركون لا يفهمون، واعتقدت أن لدي فحولتني نداءاتي من أيادي لأيادي، حولتني نداءاتي من أيادي لأيادي، ولوحتني شموس الجفا إلى أن وجدت الدليل وعرفت أين السبيل، ووجهتني عناية القدير وأرشدتني ذراعه الرفيع، أن لدي الحل هو بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احبائي مشاهدي قناه الطريق في كل انحاء العالم، برحب بكم في برنامجكم تليفون السماء. مسرور جدا احبائي المشاهدين ان لاول مره في برنامج تليفون السماء يكون معايا رجل الله المبارك القس الدكتور يوسف بخيت. قد ايه انا سعيد جدا، رجل الصلاه المبارك اللي الرب بيستخدمه في قنوات مسيحيه متعدده وبيستخدمه في اماكن متعدده. بنصلي ان الرب يدينا حلقه مميزه فيها نرى الرب وفيها نصغي تماما لكل كلمه الرب عايز يقولها لنا الليله دي. الرب هيكلمنا في موضوع في غايه الاهميه، موضوع يمس الجميع إذا كنا خطاه أو مؤمنين. اخترنا موضوع حسب الآية الكتابية اللي موجودة في سفر أعمال الرسل إصحاح 3 وآية 19. بتقول إيه الآية دي؟ فتوبوا وارجعوا، توبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب. التوبة والرجوع، نتوب ونرجع. وفي أمر إلهي، هذا الأمر يعني زي أمر ملكي، لكن ده أمر بسلطان الكلمة، أمر جاي من السماء. إيه الأمر ده؟ هنلاقي هذا الأمر في سفر الأعمال الرسل أيضا إصحاح 17 وآية 3. بتقول كلمة الرب كده، الله الله يأمر الآن جميع الناس، جميع الناس في كل مكان في كل القارات من كل الأجناس، أسود أبيض، مسلم مسيحي، متدين غير متدين، الله يأمر
جميع الناس في كل مكان. إيه الأمر الإلهي؟ أن يتوبوا وأن يرجعوا، أن يتوبوا وأن يرجعوا متغاضيا عن أزمنة الجهل. عشان كده اخترنا موضوع الحلقة التوبة والرجوع. وقبل ما نبتدي في الحلقة هطلب من جناب القسيس أن تتفضل تقودنا في طلب الصلاة أن الرب يقود الحلقة من البداية للنهاية. أمين. أمين. برحب بالسادة المشاهدين، حابب كل أخ أو أخت كبير وصغير موجود معايا، تعالوا بينا نطلب حضور الرب ونصلي مع بعض، نعلن الرب في وسطينا عشان يكشف لينا أعمقنا وضعفاتنا عشان نقدر نخطي خطوات توبة حقيقية ونستقبل بركات الله المخزونة لينا في المسيح يسوع. يا رب يسوع المسيح، بنرفع قلوبنا إليك. أمين يا رب. وندعوك أن تأتي في وسطنا الآن. أمين يا رب. أنت موجود بس عيوننا تنفتح على حقيقة وجودك في وسطنا. مع كل مشاهد في كل بيت في كل مكان يعلن حضورك أيها الرب السيد. أمين يا رب. ولما يعلن حضورك نقدر نتلامس معك، فنقدر نتغير، فنقدر نختبر اختبارات جديدة، ونقدر نختبر عمل عظيم في تغييرك لينا حتى نتغير إلى تلك الصورة عينها لنكون مشابهين صورة ابنك. تعال الآن يا رب بالروح القدس، تعامل مع نقائصنا، تعامل مع خطايانا، تعامل مع ضعفاتنا، علشان نقوم ونرجع إليك من كل القلب. مش مجرد كلمة يا رب، مش مجرد حلقة بنسمعها، لكن عايزين حقيقي تغيير بالروح القدس لقلوبنا علشان نتمتع بكل بركة ونتمتع بعلاقة حقيقية حميمية مع جلالك العظيم. نشكرك يا رب لأن على أساس دمك الكريم وعلى أساس برك اللي أنت كاسيته لينا هنقدر ندخل للأقداس النهاردة وتنفتح عيوننا ونقدر نشوف زي ما شافك أشعياء قديما وقال رأيت السيد الرب جالس على كرسي عال ومرتفع وأزياله تملأ الهيكل. يا رب. بصلي يا رب لكل عين تنفتح أنك أنت حاضر وأنك أنت موجود في الوسط. أشكرك يا سيد الرب لأنك سمعت واستجبت ولك كل المجد. آمين. أعزائي المشاهدين، برحب بكم مرة تانية وبرحب بجناب القسيس يوسف. أهلا بيك. أهلا بيك يا رب. أدي أنا سعيد أني أول مرة تكون معايا، بس أرجو أنها ما تكونش آخر مرة. أمين. ده شرف لي أن أكون موجود معك في أي وقت. ربنا يخليك. ربي أخبارك إيه وصحتك؟ نشكر رب في ملء البركة في المسيح مجدا إن شاء الله دايما. ربنا يباركك. الموضوع التوبة والرجوع لربنا ده موضوع في غاية الأهمية، وكلنا كلنا بالإجماع محتاجين أن احنا نتوب ونرجع لربنا. نعم. لكن إيه الكيفية اللي تخليني أنا أبتدي في الرجوع للرب وأتوب لربنا؟ وهل التوبة تعني أن أنا في حاجات مثلا بطلتها ومرجع لهاش تاني، ولا معرض أن أنا يعني ممكن برضو رجل تزل كده؟ وهل الله بيقبل التوبة أيا كانت هذه الخطايا، وفيه الكفاية لتغطية كل الخطايا مهما كانت؟ سؤال مهم وكلام مهم بنعمة الرب. يعني علشان نقدر نخطي خطوة التوبة والرجوع للرب، السبب اللي احنا بننادي بيه والرب بينادي بيه توبوا وارجعوا، لأن في البداية قبل الخلق كان في علاقة متواصلة بدون انقطاع طبعاً بين الله وبين الإنسان. نعم. الخطية لما دخلت بقت فاصل وحاجز بين الإنسان وبين الله. وسبب سقوط آدم مش مجرد أنه كسر الوصية، السبب والجذور الحقيقية لسقوط آدم هو الكبرياء. الكبرياء. يس. نعم. صحيح. الكبرياء. ولما أقول آدم يبقى، لأن الكتاب المقدس لما نرجع له في تكوين واحد أو تكوين خمسة يقصد به الرجل والمرأة الإنسان. مش يقصد به آدم أنه الرجل بس دون المرأة. لأن الله يوم خلق الإنسان في سفر التكوين يقول لنا كده خلقه ذكرا وأنثى وسلطه على كل الطبيعة. صحيح. وفي تكوين خمسة يقول إن الله لما خلق الإنسان خلقه ذكرا وأنثى ودعا اسمه آدم يوم خلق.
أمال مين اللي سمى حواء بحواء؟ مش الله. أيوه. آدم اللي سمى حواء. يبقى لما الله بيروح لآدم ويقول له آدم أين أنت؟ يبقى مش بيقصد آدم لوحده لكن بيقصد الجسد الواحد، بيقصد الزوج والزوجة. فكان سبب جذور الخطية اللي وقع فيها آدم وحواء كبرياءهم. ليه؟ لأن الشيطان قال الحية الممثل في الحية اليوم أن تأكل منها تصيران مثل الله عارفين الخير والشر. ماذا يمنع أن احنا نأكل من الشجر ونبقى زي ربنا؟ وآدم لما أكل من شجرة معرفة الخير والشر ما رجعش اعتذر، ما قدمش توبة، كبرياءه لأنه دخل بدأ يدخل الكبرياء، كل واحد ابتدى يرمي الخطية على التاني فمنعه أنه يقدم توبة. فحاولوا بكبرياءهم يستروا نفسهم من غير ما يقول للرب أخطأت إلى السماء، ما قالهاش. ولغاية النهاردة على الإنسان يعني أعتقد في حياتنا صعب جدا أن إنسان يجي يقول لك أنا متكبر. صعب. ما تلاقيش واحد بيجي يعترف يقول لك أنا مشكلتي كبريائي. فمرات كبريائنا يمنعنا عن التوبة. صحيح. ويمنعنا عن الرجوع للرب. كبرياء آدم منعه عن التوبة والرجوع. فالله هو اللي راح لآدم ودور عليه. فعشان نقدر نخطي أول خطوة أساسية للتوبة والرجوع علينا نتواضع قدام الرب. لابد أن نترك كبريائنا، لابد أن نواجه حقيقة أنفسنا علشان نقدر نكتشف ضعفاتنا وعيوبنا. لأن بدون الاتضاع لا يمكن للإنسان أن يكتشف خطاياه. وياما الكبرياء بيعمل مشاكل كتير نفسية، مشاكل روحية، مشاكل في العمل، مشاكل في البيت. لأن كل من الإنسان للآخر بيبقى شايفها تقيلة، يقول أنا غلطان أو يقول I'm sorry أو أنا آسف، بيبقى صعب على الإنسان. فالكبرياء بيعيقنا. والكبرياء مرات حتى نشوف ده في المثل اللي قاله رب يسوع لما الفريسي دخل يصلي. الفريسي لم يعترف ببره الذاتي لكن كان بيقدم بافتخار الأعمال الصالحة اللي بيعملها. اللهم إني أشكرك، وكان هو مدين ربنا. اللهم إني أعظمك، أنا أصوم لك مرتين في الأسبوع، أنا أعشر لك كل ما أقتنيه. وبدأ يتباهى ده كمان ونظر نظرة احتقار للتاني ده للعشار. صحيح. ولست مثل هذا. صلاة كلها كبرياء. فمرات كتير نروح ناس هو صلاة وحش؟ لا. هو صوم وحش؟ لا. هو العطاء للفقراء والمحتاجين وحش؟ لا، ممتاز. لكن بيقدم بكبرياء، بيقدم بتعالي بدون اتضاع. فأول خطوة لو أنا عايز بركة الله يبقى لابد الاتضاع. ولما نعرف الاتضاع بمنتهى البساطة، لو حابين المية وهي جارية، كل ما كان ميول في الأرض كل ما المياه تجري للأماكن المنخفضة. صحيح. وكل ما كان في ارتفاع المية مرات كتير ما بتقدرش تطلع العالي. احنا بنقول على المثل المية ما بتطلعش في العالي يعني. ما بتقدرش تطلع العالي الا بالمطور دلوقتي. فلو احنا عايزين بركة الله الحقيقية بجد يبقى لابد ان احنا نتضع قدام الرب. وبنشوف عدة نماذج، اشوف نموذجين، نموذج في العهد الجديد ونموذج في العهد القديم للاتضاع. النموذج الاولاني للابن الذي سافر الى كرة بعيدة وبذر ماله بعيش مسرف. كان ممكن كبرياءه يمنعه انه يرجع للبيت. يعني انا اخدت مال ابويا ارجع اقول لابويا انا فقرت وبقيت مفلس؟ لا صعب. طب ارجع واقول ان اخويا باغنى مني وانا ما عنديش ولا شيء؟ لا صعب، انا مش هرجع. فكان عنده معوقات. حاول الابن الاصغر وهو في الكورة البعيدة ان يحل مشكلاته، وكل مدى يزداد الما ويزداد وجعا. امتى بدأ يرجع الابن؟ لما بدأ يتضع. الابن الاصغر في الكرة البعيدة لما اقوم وارجع الى ابي واقول اخطأت. لما اتضع هنا وقال اخطأت قدر يرجع. لكن كل الوقت والزمن اللي عايش في الكرة البعيدة لما قال انا كويس، انا اموري تمام، كل ظروفه كويسة، عادي، ما ايه المشكلة؟ يعني وصل انه بيعمل راعي خنازير. ما كانش عنده مشكلة. لكن المشكلة الحقيقية هو انفصل عن العيلة.
انفصل عن البيت، انفصل عن العلاقة الحميمة بينه وبين أبيه. إن كل مباهج السعادة الحقيقية اللي كان عايشها في بيت أبوه انقطعت، وكان يظن الحرية في الأرض البعيدة، كان يظن السعادة والبهجة والفرح إنه بعيد عن بيت أبيه. فوجئ إن كل بركة خدها من بيت أبيه ضاعت وفقدت، وكان الحال يقول أخطأت أقوم وأرجع لأبي. عزيزي المشاهد، يمكن حياتك تدهورت وظروفك صعبة وعلاقتك بينك وبين ربنا ضايعة، وعمال تسمع ومرات تقول جواك ما احنا سمعنا وعظ كتير بس أنا مش قادر أتغير. القرار في إيدك النهاردة إن أول خطوة علشان ترجع لربنا، والرب بيتكلم ليك، ربنا مزنق عليك، ربنا مضيقها جدا لدرجة يعني الابن الأصغر لو لم يضيق عليه الظروف وحدث الجوع الشديد في الأرض وإنه مش لاقي خرنوب الخنازير يأكله ما كانش رجع لأبيه. ربنا مزنق عليك بعدة مشاكل ومحاوطك بظروف صعبة علشان تتضع قدام الرب وتقول أقوم وأرجع إلى أبي. يبقى هنا الأخطأت وأقوم وأرجع إلى أبي. ولما داود أخطأ، ده خاطي بعيد في كرة بعيدة، وداود رجل الله مرنم نبي عظيم مسبح أخطأ، ولما أخطأ قال ربنا كده في مزمور 51 ارحمني يا الله حسب رحمتك حسب كثرة رأفتك امحو معصية، اغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيتي طهرني. ليه؟ لأني إليك وحدك أخطأت. يبقى هنا الاتضاع قاده أن يقول أن أنا أخطأت. من خلال الحوار الرائع أو التشبيهين اللي قالهم جناب القسيس، جاب نموذجين رائعين جدا جدا. نموذج الابن الضال كلنا عارفينه، لكن كبرياؤه منعه عن أنه يجي ويرجع لبيت بيت أبوه. لكن لما رجع إلى نفسه ولما ابتدى يحاسب نفسه وقال لازم أرجع لبيت أبويا ولازم أعترف، وكان فكره أنه أول ما هيرجع مش هيتعامل بالمعاملة الأولى اللي كان عايشها في بيت أبوه، لكن بالعكس أن أبوه كان ينتظره. كلمة كان ينتظره يقول كده ومن بعيد ركض، يعني جري وخده في حضنه وابتدى يقول افرحوا وتهللوا لأن ابني هذا كان ضالا، كان ضالا فوجد، كان وكان ميتا فعاش. انت وانت بعيد عن ربنا انت ضال، كلنا كغنم ايه ضللنا، ملنا كل واحد الى طريقه، وكان ميتا فعاش. لك اسم انك حي لكنك ميت. فلما تيجي للرب باتضاع وتعترف بخطيتك، صدقني في الحال اسمع ما يقوله الرب في أشعياء 59. فاكر الآية دي أسيس بتقول إيه؟ هأن يد الرب لم تقصر عن أن تخلص، هأن يد الرب لم تقصر على أن تخلص ولم تسقل أذناه على أن تسمع. على أن تسمع. طب إيه؟ لكن خطاياكم صارت فاصلة، صارت فاصلة في فاصل بينكم وبين إلهكم. لكن لما الفاصل ده يتشال وتيجي وتعترف للرب بخطيتك، تقول كلمة الرب إن اعترفنا إيه؟ بخطايانا فهو أمين وعادل، أمين أمين وعادل حتى يغفر لنا كم خطية يا سيس؟ كل خطايانا، كل خطايانا، كل خطايانا مهما كانت كبيرة صغيرة الرب متفرقش عنه، عنده أبدا، بس أجيله بتذلل وانسحاق. والمثل الثاني او النموذج الثاني اللي قاله جناب القسيس، كلنا عارفين المثل ده، داود لما اخطا وخطيه شنيعه جدا، لكن ابتدى يعوم سريره بالدموع، ابتدى يبكي قدام الرب، وبعت له نسان النبي وقال له حكايه، وفي النهايه حكم على نفسه حكم. وإذ برجل الله يقول له إيه؟ أنت هو الرجل، أنت هو أنت في الحال. يقول له إيه؟ أيوة أنا. ما هنا بقى إيه؟
الكبرياء راح اتضع قدام الرب واعترف بخطيته، يقول له والرب ايه؟ نقل عنك خطيئتك. نقل اتناله على طول. الرب عايز القلب المتضع والروح المنسحق لا تحتقرهما يا الله. ربنا يباركك، مثالين رائعين حلوين، واكيد ان المثالين دول ينطبقوا على كثيرين. على كثيرين. لا، وعايز اضيف حاجه تانية. اتفضل. الكبرياء لنتائجه والتواضع لنتائجه. طبعا الكبرياء كان طرد من الجنه، الم، مرض، تعب. على سبيل المثال للحصر، لما نبوخذ نصر تكبر اذله الرب. أي. وحوله من انسان الى انه نزل مع الحيوان وكان ياكل العشب كالثيران. وهو متكبر اتضرب واتذل. ولما اتذل ولما رفع عينيه واتضع الى الله يقول رجع الي عقلي. يبقى المتكبرين لهم معاناتهم ولن تحل مشاكلهم طول ما هم في كبريائهم. اما المتواضعين اول حاجه. طيب بعد اذنك. اما المتواضعين هنطلع فاصل وبعدين نكمل. طيب بعد اذنك اتفضل. نطلع فاصل ثم نواصل. بالاحضان الابويه قلبك ينادي عليا، بالاحضان الابويه قلبك ينادي عليا، ارجع واتمتع برضاك عني هناك في المحبوب، واسمع لنداء الغفران بالإيمان جاي أتوب. راجع للآب الحنان واثق إن لدي مكان، راجع للآب الحنان واثق إن لدي مكان، بذنوبي أنا راجع، بدموعي أنا راجع واثق إن لي مكان، واثق إن لي مكان. جايلك بخطايا سنيني، عمري من قضى في قريبي، جايلك بخطايا سنيني، عمري أضف أميني، دقت مرار البعد أسير، واتمنيت أرجع ليك، عدت لنفسي بدمعي بكيت، عند البيت صارخ ليك، راجع للباب الحنان واثق إن لدي مكان، راجع للآب الحنان واثق إن لدي مكان، بذنوبي أنا راجع، بدموعي أنا راجع واثق إن لدي مكان، واثق إن لدي مكان. أحبائي مشاهدي قناة الطريق وبرنامج تليفون السماء، برحب بيكم وبرحب بجناب الأسيس مرة تانية. ربي يباركك. ومتأسف إن أنا قطعت حضرتك لأنه لا كان فاصل لازم نطلع. أمين. من فضلك، إحنا اتكلمنا آخر نقطة عن التواضع. أيوه. اتفضل كمل. قلنا كنا بنعمل الكبرياء ليه متعبه ومعاناته. نعم. التواضع ليه بركاته. صحيح. فأول حاجة في التواضع لما بنتضع نرجع للرب بناخد راحة. راحة حقيقية بجد. لأن ذنوبنا وألمنا وأخطأنا معيشنا في رحلة من الألم والتعب والمعاناة. نعم. رب يسوع لكل مجد قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقلي الأحمال وأنا أريحكم. شكرا لك. وتعلموا مني لأني وديع
ومتواضع القلب المثال ستجدوا راحة لنفوسكم. مبارك اسمك يا رب. يبقى لما نتضع ونتواضع نجد راحة. صحيح. راحة ما يعرفش أي حد يديها لنا، لكن يعرف يديها لنا الرب. الحاجة الثانية في التواضع نجد نعمة. يقول لنا الكتاب وأما المتواضعين فيعطيهم نعمة. نعمة مجد للرب. يبقى عندي نعمة من الرب، يبقى باخد راحة إلهية. راحة حقيقية بجد. باخد نعمة من عند الرب. صحيح. في كل من أتعامل معهم تلاقي نفسك تروح تقابل مدير، تقابل كبير، تقابل وزير، تقابل أي حد، في نعمة من عند الرب. عندنا نماذج كثيرة في كلمة طبعاً الرب طبعاً. وجدوا نعمة بسبب أن الرب أعطاهم هذه النعمة. مع التواضع كمان تيجي حكمة. يعني التواضع يجيب حكمة. فيقول مثلا في أمثال 11 يقول لما تأتي الكبرياء فيأتي الهوان، ومع المتواضعين حكمة. صحيح. يبقى كل ما أنا بتضع كمان بكسب حكمة من عند الرب. اللي قال عنها الرسول يعقوب أما الحكمة التي من فوق، الحكمة الإلهية بسبب التواضع، أولا هي طاهرة مسالمة مترفقة مذعنة مملوءة رحمة وأثمارا صالحة عديمة الريب والرياء. كمان التواضع يدينا حياة تعزية. يقول كده في كورنثوس الثانية أصحاح 7 لكن الله الذي يعز المتضعين. نعم. تعزينا بمجيء تيتوس. يبقى هنا التعزية سببها ايه هنا كمان؟ يعني تخيل الرسول بولس، الرسول بولس. نعم. مين تيتوس ده؟ شاب صغير. نعم. فيقول التواضع للمتضعين في تعزية. في بقى في حياة التعزية، في حياة النعمة، في حياة الحكمة، في حياة الراحة. في حياة البركة. لأن كل ما نكون متضع أنا البركة ورفعة. اتضعوا قدام الله فيعمل إيه؟ فيرفعكم. نعم. يبقى الاتضاع يخليني يرفعني. الكبرياء أنزل الأعزاء من على الكراسي ورفع المتضعين. الآية اللي احنا يعني أغفلناها وهي يعني تقريبا قبل الكسر الكبرياء. الكبرياء مظبوط. وقبل السقوط تشامخ الروح. والجزء الأول لما تتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم. نعم. بعدين تأتي أوقات الفرج. يعني أوقات الفرج تأتي بركات الله على حياتنا وتنسكب وتنغمر علينا. هي أوقات الفرج جات عندي. فده دام بالاتضاع، وبدون هذا الاتضاع لا يمكن أبدا أن نلان رفعة. فالرفعة على حياتنا والبركات التي لنا لا يمكن أن تأتي بدون الاتضاع. والاتضاع ده يقودني إلى التوبة الحقيقية إن أنا أرجع للرب. أمين. يبقى بتمتع بالبركات وبقدر أرجع للرب من كل قلبي. أمين. من خلال حواري مع حضرتك يا أسيس. أيوة. عرفت إنك قبلت الرب وإنت يعني في مقتبل عمرك تقريبا كان 11 سنة. دي حقيقة. يعني سن صغيرة جدا، مبكرة جدا. نعم. في ناس دلوقتي بيسمعونا من أعمار كتيرة، اللي عنده 10، اللي عنده 15، اللي عنده 20، 50، 60. لكن أنا عايزك تخاطب فئة معينة، الشباب اللي لسان حاله أنا هاجي أسلم حياتي للرب دلوقتي وأكتف نفسي بالمسيح لا أنا شاب قدام العمر طويل وعايز أفرح بشبابي وعايز أتهنى، فالوقت مش مناسب دلوقتي. عايز رسالة كده. حاضر. اتفضل. الحقيقة أنا مرات لأن بحب الخدمة بين الشباب وبحب الخدمة بين أطفال مدارس الأحد كمان جدا. حلو. فعايز أقول لكل شاب، لكل فتى، الناس فاهمة إن العلاقة مع ربنا قيود. والعلاقة مع ربنا كآبة وحزن وإعمل وما تعملش. لكن أنا بقول لك من واقع خبرة، من واقع حياة عشتها. ده اللي عايزين نسمعه. هو أنا عمري 11 سنة اختبرت عمل المسيح وعمل الروح القدس في حياتي. عايز أقول لك حقيقي أحلى وأجمل وأروع حياة بعيشها. هاللويا. قمة الفرح الحقيقي بعرف أعيشه. قمة السعادة اللي الناس بتدور عليها بعرف أعيشها. والحياة الإيمان حفظتني من قيود كتير جدا ومن نجاسة كان ممكن غيري أو أكيد غيري عاشها
وعايشها وتمرمروا في الخطية. أنا رب حماني بدري بدري من ثمار نتائج الخطية وحط مسحته عليا وثقل الرب وأنا في حداثة سني إن أنا أخدمه وأنا طالب لأن حبيت الرب من كل قلبي. نموذج رائع يا سيس. السعادة اللي موجودة في قلبي أبقى عايز أحطها وداخلها لقلب كل واحد. صحيح. قلب الشاب، قلب الفتاة، قلب الرجل، قلب العجوز الكهل. مفيش سعادة حقيقية غير الرب حتى في وسط الظروف. اسمع يقول الكتاب كده، احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. صحيح. يبقى يعني حتى التجارب فيها فرح. العالم ما يقدرش يفرح في التجارب أبدا، لكن في وسط الظروف الصعبة صدقوني وأنا بكلمك سلام الله وفرح الله يغمرك رغم ممكن مرات كتير في مشاعري دموعي باكية في روحي أفراح سماوية والاتنين عكس بعض طبعاً. ودول مستحيل على الإنسان الطبيعي يقدر يقبلهم. في الأحزان والتجارب الصعبة في سندة إلهية، اللي بعيد عن الرب ما عندوش السندة الإلهية. عشان كده أحلى حياة أحلى وقت وأجمل عمر لما تقدم عمرك بدري بدري للمسيح، مش لما تيجي بعد فوات عمر كتير. صدقني وأنا بقولها لك، واسأل كل اللي اختبروا وجربوا ده ندمانين على كل سنوات العمر اللي أدوها بعيد عن الرب. عشان كده يستحضر ذهني عدد ترنيم يقول كده، يا ريت عرفتك من زمان، يا ريت عرفتك من طبعًا زمان طبعًا. فأنا رغم أن عرفت الرب وأنا عندي 11 سنة، وتعتبر يعني لسه أنا في مرحلة يعني بين أدخل سن المراهقة وبين مرحلة الطفولة. صحيح. لكن قديه أنا فرحان جداً بالوقت ده. وأنا في حياتي الإيمانية في أوقات ضعفت فيها روحياً، قديه بندم على كل يوم أنا ضعفت في روحياً وبعدت عن الرب. عشان كده خلونا نتضع، عشان كده بقولك أنا ضعفت وأنا في الخدمة. اوعى تفكر يعني ان انا عشان قسيس وخادم كنت بخدم الرب وانا طالب او في مراحل مختلفه وطلعت لخدمه الرب وانا في عمر صغير وابتديت ارعى كنيسه وانا عندي 22 سنه لما اتخرجت من كليه اللاهوت، وقبل كده كنت بخدم واتحرك في قرى وبخدم الرب. اوعى تفكر ده معناه ان انا ما ضعفتش روحيا او ما وقعتش في خطيه. لان مرات الناس يحسوا ان انا كقسيس يعني لا 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 لا، انا بقول لك انا ضعفت وقعت في خطيه ووقعت في ضعفات كتيره جدا، لكن الرب عاضد كل الساقطين، ما سابنيش، مسك ايدي كل المحامي، قومني. نعم. ونجاني ورفعني. عشان كده النهارده عايز اقول لكل مؤمن، لكل شاب، لكل شابه، مهما كانت تحديات العالم صعبه بس ليك معونه الهيه. مهما كان العالم شكله بيقدم لك مباهج بس الافراح الالهيه السماويه، عبر عنه الرسول بطرس قال فرح لا ينطق به ومجيد. فالفرح والراحة والسلام وهدوء النفس والسلام مع الله والسلام مع الناس والنجاح في حياتك في العالم هترتبط ارتباط وثيق بمدى علاقتك بالرب واتضاعك قدام الرب. عشان كده أحسن سكة ليك وغير قبل ما تكبل بقيود الخطايا ونجاسات العالم، الوقت وقتك والفرصة متاحة ليك بصرخة صادقة لما تقولها للرب، أنا محتاج لك ارحمني، ادخل لقلبي وغيرني. الرب هيصدقك على طول وهيجي ويدخل لقلبك ويدخل لحياتك. زي ما بيقول القسيس، ده وقتك. يعني ايه ده وقتك؟ انت سمعت اختبار رائع من خادم الرب انه عارف الرب وهو في سن مبكرة جدا، 11 سنة، وبيقول يا ريت كنت عرفته قبل كده. انا عرفت الرب وانا عندي 21 سنة حقيقي، لكن ندمت على السنوات اللي عدت ومرت وأنا ما عرفتش الرب. وده لسان حال كل واحد فعلا تذوق حلاوة الرب وعشرة الرب، بيندم على كل سنة عاشها في العالم. عشان كده الوقت وقت مقبول، اليوم يوم خلاص. إن سمعتم صوته، إنت سمعت الصوت، الرب بيناديك، بيقرأ عليك على باب قلبك، افتح لي، اقبل الرب، قل له ها انا ذا يا سيدي، ادخل الى حياتي، غيرني. وتقول كده مع عبد الرب، فرحا افرح بايه؟ بالرب، وتبتهج نفسي بالله مخلصي، لانه البسني ثياب الخلاص
وكساني رداء البر. تفضل يا قسيس. عايز اقول حاجه تانية كمان، والكلام ده بخاطب فيه مؤمنين، بخاطب فيه خطاط، بخاطب فيه كل انسان. الموضوع بس مش خطوه التوبه والتضاع قدام الرب، واحنا في حياتنا مرات بنعمل خطايا متنوعه ومتعدده حتى بعد الايمان. فعايز الخص ده علشان الموضوع كبير مش صغير، لكن على وجه السرعه ده ياخد حلقات يا قسيس. في مرات كتير قوي بنكسر عهود. كلامنا لابد يكون له حدود. ايوه حلوه. الحاجه الثالثه اللي محتاجين نمتحن نفسينا فيها، الغفران في قلوبنا لازم يسود. حلوه قوي. نمره واحد كسر العهود. في علاقتي مع الرب انا دخلت في علاقه عهد. حتى الرب يسوع لما بيقدم مائده الرب بنقول كده، هذا هو دمي الذي للعهد الجديد. نعم. يبقى علاقتي مع ربنا بقت فيها علاقه عهد. صحيح. الله لما جه اتكلم مع ادم عمل معاه علاقه عهد. صحيح. وعلاقه العهد ربنا لما قال له نسل المراه يسحق راس الحيه، ده كان عهد الله على نفسه. نعم. ان ازاي هو يجي. نعم. من نسل المراه. اسمح لي، كل العالم، كل البشر، مش نسل امراه، نسل رجل وامرأة. صحيح. الوحيد الذي ينطبق عليه نسل المرأة هو الرب يسوع المسيح، لأنه لم يأتي. نعم. من زرع بشر. صحيح. فنسل المرأة قطع على نفسه عهد. نعم. الأموت أنا وتعيشوا أنتوا. مجد للرب. وعمل كده المسيح من أجلنا. نعم. لما جينا ربنا ومشينا مع الرب ابتدينا ندخل في دوائرة عهود مع ربنا. عهود يعني أنا هحفظ وصاياك يا رب. يا رب أنا هطيعك، أنا مش هعصي وصيتك. بس نفاجئ أن مرات كتير نبقى كسرنا عهودنا مع الرب ودخلنا في مشاكل وما تبناش على العهود المكسورة. النتيجة بندخل في مشاكل ومعاناة كثيرة. أذكر مثلا على سبيل المثال، أذكر مثلا على سبيل المثال، رب لما قاد يشوع بن نون أن يدخل لمعارك، وكان يشوع وقتها بيقسم الأراضي، لما يدخل وياخدوا أرض بيقسمها، فكانوا بيتبعوا تعليمات الرب. البلد دي فيه حاجات محرمة ممنوع تاخدوا فيها، ولما كان رب يقول محرمة ممنوع تاخدوا منها أي حاجة، لأن البلاد دي كانت بتعبد آلهة وثنية شريرة، والحاجات اللي ياخدونها محملة بأرواح شريرة، فالأرواح الشريرة ممكن تتنقل ليهم وتأذيهم. فكان حماية الرب ليهم يمنحهم من الحاجات اللي لها ارتباط بعبادات وثنية. إلى أن عخان بن كرمي لما دخل كان في إغراء قدام عينيه، فعمل إيه؟ أخد وسرق وتمر وخبى وما قالش قدام حد وما حدش شاف، لكن الله من السماء شاف. طبعاً. وبعدين بسبب كسر العهد اللي عمله عخان ابن كرمي، يشوع وكل بني إسرائيل تكدروا أمام قرية. طبعاً. وده تعب يشوع، وراح يشوع ساقط قدام وجهه زعلان من ربنا. نعم. يعني قدام المدن العظيمة تنصرنا وترفع راسنا، قدام قرية صغيرة تسقط راسنا. مرات أنا وإنت بنعمل كده، عندنا مشاكل ومعاناة كتيرة، وثقنا ورحنا بناء على عهد في الرب، سقط الأسوار اللي قدامنا وادانا انتصارات. نعم. بس لما رجعنا وكسرنا عهود احنا قلنا لها مع الرب، او عملنا خطايا وما قدمناش توبة عنها، اسمع الرب يروح ليشوع ويقول له ايه كده، يقول: فقال الرب ليشوع لماذا انت ساقط على وجهك؟ قد اخطأ اسرائيل. لكن اللفت نظري كلمة كمان: بل تعدوا عهدي الذي امرتهم به. العهد اللي تعدوه اخذوه من الحرام. كم حاجة حرام احنا خدناها، كم كلمة حرام احنا قلناها، كم سرقة سرقناها، بل أنكروا، بل وضعوا في أمتعتهم. فلم يتمكن بنو إسرائيل الثبوت أمام أعدائهم، فيدرون قفاهم أمام الأعداء. يبقى إمتى الأعداء يدخلوا الأرض حياتنا؟ لما نبدأ نكسر العهود. أذكر مثل آخر موجود في سفر يشوع، بعد مثل عخان ده على طول مباشرة فصح 9 و10، كان في جماعة اسمه الجبعونيين، لما شافوا الرب بيحقق انتصارات خافوا من بني إسرائيل. نعم. فراحوا لبسوا ثياب رسة، وراحوا لبسوا أحذية بالية، واخدوا حمير تعبانة، واخدوا إرب نشفة، واخدوا خبز يابس، وراحوا ليشوع وقالوا له: اقطع علينا عهد، احنا سفرنا سفر طويل وعندنا استعداد نستعبد لك. قطع لهم يشوع عهد.
العهد ده مبني على وضوح وصراحة ولا مبني على خيانة؟ على خيانة وعلى غش. ألو؟ وعلى غدر. في حاجة؟ أوكي. فبناء عليه لما قطعوا عهد مع بنو الجبعونين مع بنو إسرائيل، الدول المجاورة اللي حواليهم عملوا حاجة غريبة قوي، راحوا طالعين على الجبعونين وبدأ يحاربوهم، ولما طلعوا على الجبعونين علشان يحاربوهم فصرخوا ليشوع. يا ترى السؤال، هل يشوع ابن نون هيخلي جيشه وشعبه ينزل ويحارب مع ناس خونة؟ ده احنا في قانون بنقوله، ما بني على باطل فهو باطل. نعم. فدول عملوا يغشوا وخدعوا وحوروا قصة وألفوا حاجة مش حقيقية، ويشوع بعدها اكتشف بعد 3 أيام ان دول جيرانهم والمفروض هم يحاربوهم. لما راحوا الأعداء يحاربوا الجبعونيين خلاص أحسن يخلصوا عليهم ونرتاح، يبقى الموضوع بعد عننا. لجأوا ليشوع، لأن انت قطعت معانا عهد. تخيل معايا يشوع يروح يسأل الرب، يا رب روح أحارب الجبعونيين مع الجبعونيين، قال له آه لأن قطعت عهد. ونزل وعرض جيشه للحرب علشان يحمي الجبعونيين لأنه قطع معهم عهد. تخيل معايا بعد مات يشوع وجه حكم القضاة وانتهى حكم القضاة وملك شاول ابن قيس، وشاول عمل خطايا كتير، كان من ضمن خطاياه أذى الجبعونيين وقتل ناس منهم، فبدأوا يهربوا وتشتتوا في الدولة كلها. من ضمن الناس اللي عانى منهم داود. داود لما بدأ يملك، عارف داود اتظلم من شاول، وعارف ان شاول ظلم ناس كتير، كان من ضمن الناس اللي اتظلموا الجبعونيين. داود ما ردش حق الجبعونيين، فحدث 3 سنين مجاعة. نقرا الكلام ده في أخبار الأيام الثاني أصحاح 21. 3 سنين جوع، راح داود يسأل الرب، يا رب المجاعة بسبب ايه؟ قال الجبعونيين. طب ايه دخل الجبعونيين في الجوع؟ قال علشان شاول وبيت الدماء. طب يا رب اعمل ايه؟ قال هات الجبعونيين. جابوا الجبعونيين سألهم، قالوا عايزين 7 من ولاد شاول يتعلقوا على صلبان. وداود بعد ما جاب 7 من ولاد شاول وعلقهم على صلبان اترفعت المجاعة. يبقى كسر العهد بيسبب مشاكل. صحيح. استأذنك نطلع فاصل وبعدين نواصل مع حضرتك. أمين. في هيكل كرسيك
تجيب دعاء. مشاهدين برحب بكم مرة تانية في برنامجكم تليفون السماء، ونواصل الحديث مع جناب القسيس يوسف. برحب بك مرة تانية. ربنا يباركك. وقد ايه انا سعيد جدا بكل كلمة الرب ادها لك الى لادي. عايزين نكمل الموضوع اللي هو التوبة وايه والرجوع. فلا يبقى لازم اتوب عن العهود اللي انا كسرتها قدام الرب زي ما حصل مع يشوع. ولما تاب داود النبي ورد الحق فبدأت المجاعة تترفع. في كمان مرات كلامنا ما بناخدش البالنا. فهل ممكن الكلام ينجس جسم الإنسان؟ أشعياء النبي في سفر أشعياء نقرأ صح 1 و2 و3 و4 و5 كان بيقول الناس ويل لكم. لكن فصح 6 لما دخل لمقدس الله ورأى الرب قال ويل لي لأني هلكت. هلكت ده أنت نبي الله ورجل الله بتكلم بكلمة الرب، إزاي تقول هلكت؟ إيه خطيتك يا أشعياء؟ قال لأني نجس الشفتين. نعم. الحلفانة بتنجس الشفايف. للرب ألا تحلف. فلما أحلف أبقى أنا كسرت وصية، أبقى نجست شفتي. كلام قلته للرب، نراجع سفر الجامعة صح 5 يقول له خير لك أن لا تنذر من أن تنذر ولا تفي. صحيح. فإذا نظرت نظر للرب فوفي بما نظرت. صحيح. يقول له ولا تقل قدام الملاك أنه سهو. لماذا تجعل الله يغضب على قولك ويفسد عمل يديك؟ وكمان يقول بأنه لماذا تجعل فمك يدنس الجسم كله؟ أي. يعني أنا لو نظرت نظر للرب وقلت للرب، وبالذات في أيام رأس السنة في الأزمات، يا رب لو شافتني أنا هعمل، يا رب لو نجحت الواد أو البنت أنا هعمل، يا رب لو عملت الموضوع الفلاني أنا هعمل، وبعد كده يحصل وبعد كده ما بنعملش. تعهدات وقتية وتتنسي. فهذه التعهدات اللي تعهدناها أنا مطالب قدام الرب لازم أعملها، لو ما عملتهاش نجاسة، نجاسة الجسد ونجاسة الفم واللسان. الحاجة التانية إن بيبدأ يفسد عمل يدي، حاجات كتير تخرب، مفاجأة مشاكل صحية ومشاكل نفسية ومشاكل في البيت ومشاكل مع الولاد وسلب مادي من كل ناحية ومش عارفين السبب، لأن احنا قلنا كلام وما التزمناش به قدام الرب. تخيل معايا لما يكون كلام الكذب، ولما اتكلم عن كلام الكذب، الكذب اللي لا يفيد ولا يضر، زي كذبة حنانيا وسفيرة. كذبة حنانيا وسفيرة أضرت مين؟ أضرتهم هم. هم يعني لما كذبوا على بطرس إيه اللي هيتضرر بطرس؟ دول ناس واخدين تقدمة وباعوا حقلهم وراحين يقدموا للرب. هل أضرت بطرس في شيء؟ لا. ما هتضر بطرس شيء. وما الكذب أضر مين؟ موتهم هم. عزيزي المشاهد خليني أقول لك، في كل مرة أنت بتكذب أنت بتموت وعد من مواعيد الله. في كل مرة بتكذب أنت بتموت بركة جايالك من بركات الرب. في كل مرة أنت بتكذب أنت بتعمل عمل إبليس، لأن إبليس هو اللي من بدء الكذاب. لأنك خلي بالك الرب يقول لنا لا تخرج من أفواهكم كلمة رضية، بل كل ما هو كان
صالحا للبنيان. رب يسوع قال ان كل كلمة بطالة سنعطي عنها حسابا يوم الدين. الموضوع كبير قوي، فخد لي بالك من كلامك، لان بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. اخر حاجة محتاجين نتوب عنها، وده كله بنتعرض ليه في حياتنا، في خطايا كتير ممكن نتكلم عنها. مرات ممكن نتكلم عن خطايا الزنا ونحس ان واحد زاني، او خطايا المكر، او خطايا السحر، لكن مرات ايه الكلام؟ اما هو كلام، او كلام اتقال وخلاص؟ لا، اسمح لي اقول لك، كلامك، عهودك، حاجه تانية قلبك وغفرانك. الغفران موضوع مش سهل، لان احنا في حاجتين، في عندنا المسامحه وفي عندنا الغفران. المسامحه انا مسامح ومتنازل عن حقي، اوكي، بس لو غلط انا مش هسيب لك القديم، هجيب لك القديم والجديد. دي المسامحه، ومعظمنا عايشين المسامحه. اول ما بنسامح ونتعامل مع بعض، وعلى فكره لما اتكلم عن المسامحه وعن الغفران، مرات اكتر ناس يوجعونا مش الناس البعاد عننا، اقرب ناس لينا، احب الناس لينا هم اللي اثروا علينا. يمكن مراتك، يمكن جوزك، يمكن ابوك، يمكن امك، يمكن اخوك، يمكن خالك، يمكن عمك، قصص كتيره. خليني اقول لك ان عدم الغفران يحط عليك قيود، عدم الغفران يسبب لك امراض، عدم الغفران يعطل استجابه الصلاه، عدم الغفران يعوق ان سمائك وتليفونك على السماء ترن، ربنا مش هسمع لك، لان زي ما قلنا ان خطاياك صارت فاصله. امتى يكون تليفون السماء مظبوط؟ يقول ان قدمت قربانك قدام الرب وتذكرت أن لأخيك شيء، يبقى اعمل ايه؟ اترك قربانك قدام المذبح واذهب اصطلح. عشان كده عزيزي المشاهد، سواء في خطية عدم غفران، تقول اصل جرحني، اصل انت ما تعرفش عمل فيا ايه، اصل ما تعرفش البهدله اللي بهدلهاني. اسمح لي اقول لك، ان لم تغفر الله لن يغفر. ده مبدا بنقوله كلنا بنصلي في ابانا الذي، وبنقول كده، قولها معايا يا جناب القسيس، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا. كما اي، طب اسال سؤال يا جناب القسيس، الله لما بيغفر لي بيفتكر خطاياي؟ ده بينساها تماما. طب مين فينا، انت ولا انا، لما الناس غلطوا فينا هل نسينا؟ اعتقد بيبقى صعب. حتى لو صعب، بس الله يقدر يعمل ده. يتذكر كلام قاله يوسف لما اخواته غلطوا فيه واهانوه، يقول لهم الله قد انساني كل تعبي. نعم. يعني في امكانيه ان الله ينسيني؟ نعم. حتى اخوات يوسف لما كانوا بيروحوا يعتذروا، يوسف بيقول لهم لا تتاسفوا ولا تغتاظوا. ليه؟ قال لا، انا سامحتكم لان انا فهمت خطه الله. انا بشكركم اللي انتوا عملتوه، انتوا كنتوا بركه في يدي الله. عشان كده الحل علشان تتشفي من عهودك المكسوره، وارضك تتبارك، وحياتك تتبارك، وتاتي اوقات الفرج، محتاج تطهر لسانك وجسدك من الكلمات السلبيه، محتاج تتوب عن كل عدم غفران حقيقي موجود في قلبك، وتسمح للرب علشان يشفي قلبك ويشفي اعماقك. امين 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 بنعمه الرب. يعني في إضافة سريعة، عايز بس أضيف طبعا خطوات علاجية، لأن عارف إن الوقت دهمنا. الروشتة الروشتة العلاجية، علشان في ثلاث دقايق من فضلك نتوب ونرجع على وجه السرعة في الدقايق الأخيرة. هات ورقة وقلم من فضلك، أو هات قلمين، قلم أزرق أو قلم أي لون، بس المهم في قلم تاني كله أحمر. وتعالى من خلال الكلام اللي أنت سمعته النهاردة، إيه الخطايا الكلامية اللي أنت عاملها؟ إيه الخطايا في كسر العهود اللي أنت كسرتها؟ مين الأشخاص اللي أنت مش قادر تغفر لهم؟ أو اكتب أي خطية أنت عارف. داود يقول له أنا عارف خطايا، أنا عارف غلط. اعرف لك وحدك أخطأ، لك وحدك أخطأ. نعم. اكتب ده من فضلك. وبعد ما تكتب ده، هات القلم الأحمر وابدأ اقعد قدام الرب وابدأ صلي. قول الرب يا رب، أنا مشكلتي الحلفان كتير في بقي، مش قادر أبطل حلفان. يا رب اجعل حارسا على فمي، يا رب بسلطانك بغطي خطيه الحلفان بالدم الكريم وبتوب عنها. يا رب فلان انا مش قادر اسامحه، يا رب تعالى اشفي مشاعر لانه كان جرحني كتير قوي. واستمر صلي لغايه ما الرب يغفر قلبك. اوعى تبرر، التبرير مش هيحل المشكله، اصل هو عمل، اصل هو ما عملش. من فضلك ما تبررش، لكن واجه نفسك بالحقيقه، خليك صادق مع نفسك جدا. اسمح لي اقول لك، أنا مش بتكلم على صورتك قدام الناس ولا الكنيسة، ما أنا صورتك قدامك، أنا قدامك خادم وبوعظ وعملت كل حاجة وشكلي كده كويس قوي، لكن لما بواجه حقيقة نفسي أنا بكتشف خطاياي
وبكتشف ضعفاتي. عشان كده لما تواجه خطأك وضعفك ابدأ ارجع وقدم توبة حقيقية قدام الرب، وخد لي بالك انك لازم تصدق ان الرب غفر لك كل خطاياك. وانت رايح تصلي لازم تبقى متأكد ان الرب مش هيحاسبك على اي خطية انت بتعترف بيها، بل دم يسوع المسيح يطهر من كل خطية. ولو خاطوا بعيد عن المسيح، القرار في ايدك، تقول الرب تعالى خلقني خليقة جديدة، والرب يقدر يغيرك، والرب يقدر يحررك من كل ربط ويفك قيودك، وتتمتع بغفران الله وبركات الله، وأوقات الفرج تأتي على حياتك، وتليفونك يبقى شغال بينك وبين الرب. مجدا للرب. آمين. تأتي أوقات الفرج من وجه الرب. عزيزي المشاهد، أنا قديه فرحان النهاردة ومسرور جدا من أجل رسالة الرب لكل واحد فينا، نحن نتوب ونرجع. الساعة طب معنا تليفون. أهلا وسهلا، مين معايا؟ ألو 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 ألو. أيوة ألو. طيب معلش، ممكن تعود مرة تانية في الدقائق القليلة. أهلا بيك. في طلبات صلاة أسيس جات لنا. أمين. فهنذكر الأسماء، وفي النهاية حضرتك يعني نتحد أنا وإنت نصلي. آمين. لأجل كل الطلبات دي، ولنا ملء الثقة في أن الرب يسمع ويستجيب. الأخ لطيف بيقول محتاجين صلاة، زوجتي عندها كانسر وبتاخد كيماوي وعملت عمليتين، يا رب تمجد. آمين يا رب. أخ اسمه سامي بيبحث عن عمل وزارة الكهرباء لأجل مقابلة ولم يتصلوا به للآن وبدون عمل، الرب يدبر لك عمل يا عزيزي. أخ محب، أخ اسمه محب يطلب صلاة من أجل حياته الروحية والجسدية. أمين. الأخ حسام طلب الصلاة لأجل سوريا، وطلب الصلاة لأجل أن الرب ينجيه من حرب شرسة من إبليس، وأن يزداد في النمو وفي معرفة المسيح. أمين. أبو مينا طلب الصلاة من أجل أن عنده منظار بكرة على القولون والمعدة، بيقول صلي من أجلنا، الرب يتمجد بالشفاء. الأخت أليس بتطلب طلب الصلاة من أجل كل متألم، لأن إبليس أطلق كلابه حسب كلامها يعني من حولي، وطلبي أنه يتمجد الرب ويحارب عني حروب إبليس. الأخت أم ريمون بتقول أطلب من الرب أن يخفف أوجاعي. الأخ مرزوق شكري بيطلب طلب الصلاة من أجل أخته المخطوفة سميرة شكري، وإحنا صلينا له كتير، ولنا ملء الثقة أن الرب قادر على صنع المعجزة. الأخ أمين طلب الصلاة لأجل بعض الأمور، لأننا محتاجين إيد ربنا وحده. شخص بيطلب صلاة لأجل هو ومدامه علشان يرجعوا يصلوا مع بعض زي زمان، وهم تعبانين وعندهم مشاكل كتير، يا رب جمعهم من فضلك. أخ بيطلب صلاة لحياته بالبركة. أمين. أخته بتطلب صلاة لأن عندها كانسر، وجاري تحديد موعد للعملية، شفاء باسم الرب يسوع. الأخ جميل بيطلب صلاة لأنه عمل عملية كانسر وبعدها مصاب بالأرق والقلق وغير قادر على النوم. أمين. الرب يتمجد ويديلك سلام ونوم هادي. ابن الرب بيطلب صلاة لأنه في ضيقة شديدة ومحتاجين لتدخل يد الرب. الأخت وداد بتطلب الصلاة لأجل أن في حواليها حروب كثيرة. بنت الرب من مصر بتقول جوزي مريض ومسافر وظروفهم صعبة جدا، ما عندهمش فلوس خالص ومحتاجين ان الرب يتدخل في ظروفهم. طلبات كتيرة يا أسيس محتاجة. أمين. يد الرب انه يستجيب لكل هذه الطلبات، واحنا واثقين في إله عظيم. بتفكرني حضرتك كنت ماسك الورقة بتقرأ لما سنحريب بعت لحزقية تهديدات. نعم. فجاب التهديدات وحطها قدام الرب. أمين. وقال للرب اقرأ.
أيوة. أنا مش أقرأ لك اللي كاتبه وتهديدات سنحريب. أيوة. والرب من السماء سمع. أمين. والرب ادالهم نصرة غير عادية. أمين. أنا بصدق كل الأسماء الأشخاص. أمين. المذكور أسماءهم. هاتي ذاك أسس. هاتي ذاك أسس. هاتي ذاك أسس. هاللويا. هاللويا. أمين يا رب. ليك المجد يا رب. تفضل يا أسس. يا رب يسوع بنعلن الآن يا رب. أمين. كل الطلبات أمامك. باسم الرب يسوع. التي قرأت وأنت سمعت. باسم الرب يسوع يا رب. وكل الطلبات يا رب اللي الناس اللي كانوا عايزين يبعتوا طلبات لمجدك يا رب. موجودين قدامنا. لمجدك يا رب. باسم الرب يسوع يا رب. باسم الرب يسوع المسيح بتكلم الآن بثقة وبإيمان. يا رب. كل أمراض الجسد تختفي تماما يا رب. مين يا رب. والطب يشهد أن هناك معجزات حقيقية. لمجدك أنت صنعتها. لمجدك يا رب. باسم الرب يسوع كل أبواب للعمل مغلقة تفتح يا رب لكل أولادك. كل حد يا رب تم عملية خطف أو خرج بإرادته. أيوة. وفي قلق في العيلة يا رب. يا رب أنت تقدر تصنع معجزات وترد المسلوب يا رب. أمين يا رب. باسم الرب يسوع المسيح نصرة حقيقية وبركات حقيقية. باسم يسوع يا رب. يا رب المشاكل النفسية والصحية والجسدية. هللويا. يا رب كل الطلبات المشاكل الزوجية. هللويا. أنت قادر يا رب أن تصنع عملا عظيما. باسم يسوع يا رب. احنا بنصدق يا رب أن تليفون السماء مفتوح. مجد وأنت لك من السماء بتسمع صلاتنا. مجدك يا رب. اعترفنا قدامك يا رب ورجعنا ليك من كل القلب. وقلنا لك طهر أرضنا واسمع لصلاتنا. باسم خلي يسوع. كل واحد يا رب موجود معايا على الشاشة النهاردة بيسمع هذه الكلام اللي قلته الأشعياء النبي لما راح لحزقية قال له قد سمعت صلاتك. نعم. قد رأيت دموعك. أيوة. أنا ذا أشفيك يا رب. أنا بسد أن كل واحد النهاردة شفاء يسمع يا رب. كلمة يا رب. شفاء, شفاء يا رب. لكل مرض. كل أنواع المرض. أمين يا رب. أمين يا رب. حل كل المشكلات باسم الرب يسوع. لمجدك يا رب. فتح أبواب للعمل وبركة جديدة حقيقية. أمين. سداد الديون أيها الرب السيد. باسم المتغربين ومش عارفين يرجعوا يقدر يا رب. استجيب يا رب. يا رب أنا بصدق يا رب. هللويا. أنه معجزات حقيقية تصنعها لأنك أنت إله قدير قادر. أمين. على كل شيء. أمين يا رب. أمين. أشكرك يا رب يسوع لأنك سمعت ولك كل المجد واستجبت. هللويا. هللويا. شكرا لك. أمين. هللويا. أحبائي المشاهدين بنشكر الرب جدا لأجل الحلقة المباركة اللي فيها فعلا تمتعنا بحضور واضح وملموس. والدور علينا ان احنا نتوب ونرجع لكي تأتي اوقات الفرج من عند الرب. ربما في ظروف خانقاك ومضايقاك لكن لما ترجع للرب صدقني وقت الفرج جاي وجاي سريعا. بشكرك كتير يا قسيس. صدقني انا اتبركت وتعزيت. ربنا يبارك. والرب كان موجود وسطينا. امين. ونثق لكل الطلبات اللي اتقالت الليله دي إن الرب سيأتي بإجابة سريعة لكل واحد طلب. أمين. من الرب. أمين. أمين في اسم يسوع. أعزائي المشاهدين بشكركم جدا لحسن استماعكم ومشاهدتكم. إن شاء الله نتقابل مرة تانية مع برنامجكم تليفون السماء وإلى اللقاء. لم أجد وسط الظروف الملاذ الذي يأتيني الإجابة وقت العناء لجأت لمن لا يسمعون لا يشعرون لا يدركون لا يفهمون واعتقدت أن لديهم الرجاء حولتني نداءاتي من أيادي لأيادي حولتني